حظيت خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنسبة رضا من قبل المستفيدين بلغت 90% عبر نظام تواصل خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح سالم الدوسري أن الوزارة عملت من خلال فريق تواصل على سرعة الاستجابة لطلبات الأفراد ومؤسسات وعدم تجاوز الفترة المحددة للرد والتي تم التوافق عليها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، موضحا أن الفريق يتابع كل ما يرد على النظام بصفة يومية بما فيها إجازات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية وعلى مدار الساعة لضمان سرعة الرد على المستفيدين بما يلبي حل مشكلاتهم أو الأخذ بمقترحاتهم، وذلك بالمتابعة الحثيثة من قبل الفريق مع ممثلي الإدارة التابعة للوزارة ممن تم منحهم صلاحية الدخول على النظام والبالغ عددهم 43 موظفة.